مساكم الله بالخير، حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا في حلقه جديده من برنامجكم مجتمع واعي. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير بسام، يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا. البحرين تمكنت من تجاوز العديد من التحديات على مر التاريخ، واليوم فيروس كورونا هو تحدي جديد، وان شاء الله كلنا بنقدر نحن نتجاوزه بتكاتف اهل البحرين وتلاحمهم ووعيهم. اكيد صدقتي يا رقية، الوعي يتجسد من خلال مواقف المواطنين والتزامهم بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه اللي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، والبقاء في البيت والخروج فقط عند الضرورة. أنا أكد على كلامك بسام أن الخروج للضرورة فقط. الجميع اليوم يتطوع ويساعد الغير في كافة المجالات وفي كافة الحملات الإنسانية اللي تتبناها عدد من الجهات الرسمية في المملكة، وما رح ننسى أكيد مبادرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الله يحفظها، بالتوجيه لسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر حقهم أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية عبر اللي هو تطبيق فاعل خير. بالتأكيد رقية، وهذه المبادرة مو بغريبة على صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، واللي وجهت المجلس الأعلى للمرأة منذ بداية انتشار فيروس كورونا لإطلاق حملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين، وذلك لمساندة أسر الكوادر العاملة في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا. بالفعل هذه المبادرات طبعاً أكيد هي تأكد على الدور الكبير في دعم الجهود الوطنية لفريق البحرين، واللي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الله يحفظه في مواجهة فيروس كورونا. مشاهدينا نبتدي معاكم في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث أشادت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق فاعل خير. وثمنت المفوضية تدشين إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية التطبيق الإلكتروني فاعل خير بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية، والذي يتضمن تمكين أصحاب الأيادي البيضاء من التبرع لصالح المعسرين والمتعثرين بمبالغ مالية إثر أحكام جنائية وقضائية بعد التدقيق على هذه الحالات والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة في هذا الشأن. وأكدت المفوضية أن كل هذه المبادرات الإنسانية الرائدة تعكس ما وصلت إليه مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين من تقدم ورقي واهتمام على أعلى المستويات.
وفي مثل هذه الأيام المباركة في العشر الأواخر اعتدنا خلال السنوات الماضية على عمار بيوت الله في التراويح والقيام، واللي فرضت علينا الظروف الاستثنائية أن احنا نسويها ونقيمها في البيت. اليوم أيضا دعا فضيلة الشيخ عدنان القطان في خطبة الجمعة بجامع أحمد الفاتح الإسلامي إلى الاجتهاد بالعبادة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وعن بيوت الله، يعد جامع أحمد الفاتح الإسلامي من أكبر جوامع البحرين ولا طراز معماري إسلامي يعكس ارتباط البحرين وحضارتها بالتاريخ العربي والإسلامي. نشوف معكم هالتقرير عن مركز أحمد الفاتح الإسلامي. كما تلتقي في مياه البحرين مياه الينابيع العذبة مع مياه الخليج العربي، وكما يلتقي في البحرين كذلك التراث مع الحداثة، وتمتزج فيها الثقافة العربية الإسلامية بروعة لا مثيل لها مع التطور والمدنية. وكذلك أيضا نجد هذا التمازج في صرح إسلامي متكامل وهو مركز أحمد الفاتح الإسلامي. تم افتتاح مشروع مركز أحمد الفاتح الإسلامي في العام 1988، وذلك بناء على رغبة كريمة من ولاة الأمر أيدهم الله لإبراز الهوية الإسلامية والعربية لمملكة البحرين، وتخليدا للجد المؤسس للدولة البحرينية الشامخة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة طيب الله ثراه. وأما أهداف المركز فلا تقتصر على كونه مسجدا للمسلمين، وإنما هو مكان يفتح أبوابه مرحبا بالجميع، وذلك بهدف بناء جسور التفاهم والتسامح مع جميع الناس على اختلاف جنسياتهم ودياناتهم. ومن هنا كان مركز أحمد الفاتح الإسلامي فريدا في رسالته لكونه صرحا ثقافيا رئيسيا في المملكة، ومركزا للإشعاع الحضاري إلى جانب دوره الطبيعي كمكان للعبادة والتعلم. ويضم المركز مسجدا ومكتبة إسلامية وقسما للزيارات يهدف إلى التعريف بسماحة الدين الإسلامي والثقافة العربية، إذ يستقبل سنويا أكثر من 60,000 زائر من الأجانب المقيمين وزوار المملكة، وقسما للقرآن الكريم وعلومه واللغة العربية يضم 550 طالبا وطالبة أغلبهم من غير المتحدثين باللغة العربية. وسيستمر بإذن الله تعالى مركز أحمد الفاتح الإسلامي كما أريد له من ولاة الأمر أيدهم الله في تقديم رسالته السامية كمركز ديني ووطني له أهداف حضارية سامية يبرز وجه البحرين الحضاري والإسلامي المتسامح محليا وعالميا. فاللهم احفظ البحرين وشعبها وكل مقيم على أرضها تحت راية القيادة الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه. اللهم إنا نستودعك البحرين وأهلها أمنها وأمانها، اللهم آمنا في أوطاننا، وأيد بالحق إمامنا، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير، ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام. Thank you.
مشاهدينا ننتقل معكم الحين لبسام اللي راح يستعرض آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا نرجية. راح نستعرض معكم آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الجمعة 15 مايو 2020. بلغت الحالات القائمة 3771 حالة، والحالات المستقرة منها 3767 حالة، فيما يبقى 4 أشخاص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما المتعافين فيبلغون حتى اليوم 2637 متعافي، وكذلك أيضا بلغت حالات الوفاة حتى اليوم 10 حالات، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. مملكة البحرين تواصل إجراء الفحوصات وأجرت أكثر من 220 ألف فحص، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة طبعا بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الجمعة في مملكة البحرين رصد 220 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 158 حالة لعمالة وافدة و50 حالة لمخالطين و12 حالة قادمة من الخارج، وتعافي 284 حالة. هذه كل اللي عندي وعودة للشرقية. شكرا بسام، يعطيك العافية. الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا يا ربي دائما نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى، أيده الله ورعاه. المرأة البحرينية كانت وما زالت محط أنظار العالم أجمع من خلال دورها الفعال في المجتمع ومجال عملها، حيث أن مهاراتها وتفانيها وضعتها على قمة الهرم التشريعي في مملكة البحرين. حضور المرأة في مختلف المجالات ومشاركتها تأتي انعكاس للدعم اللامحدود المقدم من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الله يحفظها، من خلال طبعا المجلس الأعلى للمرأة اللي لعب دور كبير من تأسيسه إلى يومنا هذه. خلونا نتابع معكم مشاهدينا هذا التقرير وراجعين نكمل باقي فقرات البرنامج. إنجازات بارزة للمرأة البحرينية في مختلف المجالات وحضور مميز لها أسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المرسومة لتمكين المرأة من خلال المجلس الأعلى للمرأة الذي اهتم بالوضع الإنساني والاجتماعي إلى الوضع العلمي والثقافي. صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله دائما ما كانت المشجعة للمرأة البحرينية وداعمها في جميع الظروف وخصوصا في مواجهة فيروس كورونا، فكانت قرينة العاهل المفدى المساندة للمرأة البحرينية والمتابعة لشؤونها لحين الوصول لبر الأمان والشفاء التام من هذه الجائحة. توجيهات سموها الكريمة في سداد ديون قوائم النساء في مبادرة فاعل خير عكست الدور الإنساني الجليل لسموها والجهود المتواصلة لتحقيق أقصى درجات الاستقرار للأسرة البحرينية والسلامة الصحية والنفسية لكافة أفرادها، فضلا عن الدعم اللامحدود لسيدات الأعمال والرائدات.
مساهمات تنافسية وتنموية قدمتها المرأة البحرينية، أسست من خلالها تكافؤ الفرص، وأكدت من خلالها الأثر الكبير للدعم المتواصل على النجاح الذي تشهده المرأة البحرينية في مسيرة البناء الوطني. فمنجزات المرأة في مختلف القطاعات دليل واضح وصريح على تفعيل المساواة بشكل هادف وفعال. شوقي العثمان لبرنامج مجتمع واعي. فاعل خير، خدمة تقدمها إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية. تهدف هذه الخدمة إلى التكافل الاجتماعي من خلال التبرع للمتعثرين والمعسرين. يمكنكم التبرع من خلال تطبيق وخدمة سداد لاختيار لفئات التبرع، التبرع العام والحالات الفردية. اتبع خطوات الدفع. أدخل المبلغ المطلوب. اختار طريقة الدفع. كن فاعل خير. جزاك الله خير. بالحديث أيضاً عن مبادرة صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بقيام المجلس وبالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا بالعمل على تنسيق سداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق فاعل خير. يسرنا يكون معنا في الاستديو النقيب ناصر عبد الله الكبيسي المشرف على شعبة التنفيذ القضائي. مساك الله بالخير. مبارك عليك طبعا ما تبقى من الشهر. مبارك علينا وعليك ما تبقى من الشهر الفضيل، والله يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه وصالح الأعمال. يعني لو أسألك في البداية، شلون استقبلتم هذه الخبر وهذه المبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة طبعا بهذه المبادرة السخية، كيف استقبلتمها؟ طبعا نشكر صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظ الله وعاها قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على هذه المبادرة. ومجلس الأعلى للمرأة هم سباقين ولا هي غريبة عليهم، وفهم دوما أيديهم بيضاء. فتبنيهم فكرة الدفع عن دفع المبالغ على النساء المتعثرات أثارت الفرح والسرور في سائر المجتمع. طبعا مو بس النساء المتعثرات هما اللي فرحوا، أسرهم وسائر المجتمع فرح بهذا الخبر. جميل. يعني نقيب ناصر، احنا نعرف ان خدمة فاعل خير دشنتها إدارة تنفيذ الأحكام تحت رعاية معالي وزير الداخلية بهدف مثل ما قلنا تمكين أصحاب الأيادي البيضاء من إمكانية التبرع للمعسرين والمتعثرين، بس ودنا نعرف الفكرة من وين جت؟ طبعا الفكرة في بادئ الأمر من خلال تنفيذ الأحكام القضائية، كانت أثناء تنفيذ الأحكام القضائية عند التوجه للشخص نفسه الصادر بحقه حكم يتم دراسة حالته، فإذا كان من ضمن الحالات المعسرة يتم وضع تقرير مفصل عن هذه الحالة، وبعد إرسال هذا التقرير يتم أخذ التفاصيل والبحث في حالته بشكل عام، وفي تفاصيل معينة يتم تدقيق عليها قبل إدراج هذه الحالة. وفي السابق كان التبرع بالطريقة التقليدية، وحاليا جاء التوجيه من معالي وزير الداخلية ومتابعة سيدي رئيس الأمن العام بجعل الطريقة طريقة ميسرة للتبرع. وكيف يعني يتم اختيار الحالات، يعني تحديدا اللي هي الحالات المستفيده من الخدمه نفسها؟ مثل ما خبرتك ان هناك بعض المعايير يتم اخذها. مثلا لو اخذنا على سبيل المثال معيار السن للحاله اللي صدر بحقها الحكم القضائي، معيار الحاله الصحيه في بعض الحالات اللي صدرت عليها احكام تعاني من عجز او اعاقه،
ننظر إلى معيار إذا مثلا أخذنا عن طريق النساء، نأخذ إذا هل هي مطلقة أو أرملة، عدد الأشخاص اللي يعيلهم، نأخذ سبب المديونية أيضا، في بعض الأشخاص خذوا هذا الدين لعلاج أو أشياء أخرى، فنأخذ في الحسبان بعض هذه المعايير ووضعها. نعم، يعني مجموعة من المعايير تخليهم يعني ترتب الأولوية بحسب بناء عليه يتم الاختيار. طبعا أكيد احنا مواصلين معك نقيب ناصر، ولكن يعني مشاهدينا أكيد توجيه قرينة عاهل البلاد المفدى للسداد كامل الديون البحرينيات على قوائم مبادرة فاعل خير، حظى بإشادة واسعة. فريق إعداد البرنامج رصد هذه الإشادات وجهزوا لنا التقرير اللي راح نشوفه وياكم متابعة، وراجعين نكمل كلامنا مع النقيب ناصر الكبيسي. رجعنا لكم مجددا مع النقيب ناصر، يعني متواصلين معك بالحديث عن هذه المبادرة السخية بلا شك. يعني لو سألتك نقيب ناصر يعني عن الإجراءات اللي تقومون بها من لحظة يعني تسجيل الحالة في هذا التطبيق إلى مرحلة اللي هو سداد المبلغ. نعم، مجرد ما توصلنا الحالة نقوم بوضع التقرير المفصل عن الحالة، وننظر في هذه الحالة ونجمع عدد الملفات القضائية اللي عليها. يمكن أن يكون شخص عليه ملف واحد، يمكن عدد من الملفات. نعم. فيتم جمعها وتم الذهاب إلى الحالة نفسها وأخذ الإثباتات. لو أخذنا على سبيل المثال أنه يعاني من عجز طبي، نرفق التقارير الخاصة به. بعدها نبتدي التأكد من الجهات الحكومية الأخرى. نعم. ولما يتم إدراج هذه الحالة يتم متابعة المبالغ المتحصلة إليه لهذه الحالة نفسها. بعد اكتمال المبلغ احنا نواصل الإجراءات بشكل كلي. جميل، يعني حين وضحنا المعايير اللي على أساسها يتم خلينا نقول الاختيار وأيضا الإجراءات، يبقى عندنا السؤال الحين نقيب ناصر، يعني المدة اللي تحتاجها كل هذه الإجراءات عشان بالفعل خلاص يغلق ملف المعسر. طبعا أختي حبيت أبشر الأشخاص، طالما المبادرة موجودة فاعل خير وفاعلين الخير كثيرين في هذا البلد، لا تتجاوز المدة 24 ساعة. مجرد اكتمال المبلغ نبشركم أنه بتتم المدة خلال 24 ساعة. إذا كان موقوف سيطلق صراحة في خلال هذه المدة، وإذا كان ملف لا يزال فعال سيتوقف ملف القضائي عن هذه. نعم. خلال 24 ساعة. خلال 24 ساعة. ممتاز. يعني هو رقم يعني صراحة قياسي الحقيقة، ويعني ودنا نستغل هالفرصة بعد يعني نقيب ناصر إنك يعني لو تقدم لنا شرح للناس وشرح مبسط بطريقة اللي هو الدخول إلى التطبيق ويعني واكتمال عملية الدفع. مثل ما هو معروف حاليا صارت إمكان كل الأشخاص في المجتمع تبرع من خلال تطبيقين. التطبيق الأول هو تطبيق إسلاميات، فتدخل في خانة فاعل خير. نعم. والتطبيق الثاني هو من خلال تطبيق سداد. من خلال التطبيقين يمكن التبرع بشكل عام ويدخل المبلغ المتبرع لجميع الحالات، ويمكن أن تدخل
لكل حالة بالتفصيل وقراءة نبذة عن هذه الحالة، يمكن مذكور العمر من هذه الحالة، ويمكن ذكر بعض التفاصيل الأخرى في كل حال. يعني نقيب ناصر، احنا لما نتكلم عن مبادرات الخير نشوف ان الجميع اليوم يتهافت على اساس انه هو يعني تكون فعلا يعني اسمه او يكون اسمه من الاسماء المدرجه في قائمه الايادي البيضاء، فنبي تكلمنا عن الى اي مدى شفتوا في تجاوب من المتبرعين من بدايه هذه الحمله؟ اختي، مجرد ما انطلقت هذه الحمله في اول يوم انطلقت لاحظنا اتصالات واستفسارات وتهافت في التبرع، طبعا من كافة فئات المجتمع، الكل حاب يتبرع وفعل الخير. نفس ما فرحنا بخبر الدفع عن المعسرات بشكل عام النساء، في حالات يندفع عنها حاليا من المتبقية، ننقل لكم احنا فرحة الأشخاص نفسهم اللي تم الدفع عنهم. طبعا احنا في ايام خير في هذه الايام، والكل حاب يفعل الخير. صحيح. والحمد لله جاءت هذه المبادرة لتيسر على الناس فعل الخير. بالتأكيد طبعا هي يعني مبادرة وغيرها أيضا من المبادرات شفنا يعني خصوصا في هالفترة جاية العديد من المبادرات، سواء من يعني جمعيات أهلية أو خلال يعني مؤسسات، يعني شفنا حملة بعد حملة فينا خير وهي الحملة الكبيرة هذه، شفنا تجاوب البحرينيين والمقيمين كذلك، وكذلك ايضا من خلال برنامجكم او من خلال هذا التطبيق فاعل خير شفنا ايضا يعني في الايام اللي راحت ايش كثر يعني الناس تجاوبت مع هذه الحمله، واحنا في النهايه شاكرين لكم جهودكم. يعني نقيب ناصر عبد الله الكبيسي المشرف على شعبه التنفيذ القضائي، شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا لك. مشاهدينا فاصل وراجعين. فاعل خير خدمه تقدمها اداره تنفيذ الاحكام بوزاره الداخليه. تهدف هذه الخدمة إلى التكافل الاجتماعي من خلال التبرع للمتعثرين والمعسرين. يمكنكم التبرع من خلال تطبيق إسلاميات والاختيار لفئات التبرع، التبرع العام والحالات الفردية. اتبع خطوات الدفع. ادخل البيانات. اختار طريقة الدفع. كن فاعل خير. جزاك الله خير. قسما ووعدا نصون ونحمي البلد، ملكا وحكومة وشعبا، أرضا وجوا وبحرا. البحرين أمانة في أعناق رجال الداخلية، خدمة المجتمع من القيم الأساسية، جيلا بعد جيل ينقل رجالها عهدا ورسالة، العمل بإخلاص وتصميم على أمن المواطن والمقيم. ونستكمل معكم الحديث عن دعم تقدم المرأة وتذليل كل السبل أمامها لتمكينها من أداء مسؤوليتها الأسرية والاجتماعية، وكذلك سرنا يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يا هلا ومرحبا. نعم، كيف ترين يعني دعم مملكة البحرين للمرأة ومساندتها في مختلف المجالات؟ بداية أخ بسام، طبعا لابد أن أشيد بمبادرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سيدة بنت إبراهيم آل خليفة الله يحفظها، وهذه طبعا المبادرة ليست بغريبة على سموها، فهي دائما تعكس نبل المقاصد الخيرة اللي تتبناها سيدة البحرين الأولى. طبعا البحرين دائما بتوجيه جلالة الملك الله يحفظه تلقى المرأة البحرينية الدعم الكبير في مختلف المجالات،
فلله الحمد، وأيضا بالمساعي الطيبة اللي تقوم بها صاحبة السمو الله يحفظها. فالحمد لله المرأة البحرينية وصلت لدرجات يعني حقيقة تحسدنا عليها نظيراتنا في المجتمعات الأخرى. نعم سعادة الدكتورة، يعني في خلال يعني هذه الفترة رأينا كثير من المبادرات، ورأينا أيضا يعني حتى على مستوى المبادرات اللي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة، ما أهمية هذه المبادرات لدعم أيضا يعني تقدم المرأة ولدعم خلينا نقول يعني دعم المرأة هو من دعم الأسرة البحرينية، كيف ترين هذه المبادرات خلال هذه الفترة؟ طبعا أخوي مثل ما احنا عارفين أن قوة أي أسرة من قوة الأم والزوجة والأخت، طبعا المرأة هي وتد خيمة الأسرة، فالمبادرات الكثيرة اللي لله الحمد تتلقاها المرأة البحرينية طبعا بكل تأكيد راح تنعكس بشكل إيجابي عليها هي نفسها وأيضا على أسرتها، فبالتالي هذا راح يخلق مجتمع لله الحمد متماسك متكاتف، وبذلك طبعا مثل ما احنا عارفين المجتمعات والدول تنهض بتكاتف مجتمعاتها. نعم دكتورة جهاد، يعني هل هناك رسالة حابة توجهينها خلال يعني هذه الفترة؟ يعني نلاحظ جهود البحرين في التصدي لهذا الفيروس، يعني هل من رسالة حابة توجهينها للجمهور الكريم؟ حقيقة رسالة أقولها من القلب، الحكومة أو بتوجيهات جلالة الملك الله يحفظه ما قصرت، وأيضا فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد الله يحفظه أيضا ما قصروا في الجهود الكبيرة اللي يقومون بها، لكن مثل ما نقول يد واحدة ما تصفق، فبالتالي الدور الباقي علينا احنا كمواطنين وكمقيمين ان احنا نساند هذه الجهود الكبيرة اللي حقيقة اخوي بسام نفتخر ان احنا في البحرين، وان هذه هي قيادتنا اللي دائما يهمها بدرجة الاولى هو الانسان، فالإنسان والمواطن البحريني هو محور عمل لدى الدولة، فبالتالي يجب على الجميع أن احنا أيضا يعني نتكاتف ونساند الجهود اللي يقوم بها فريق البحرين، حتى إن شاء الله بإذن الله نعدي هذه المرحلة على خير. وشفنا يعني ما شاء الله شلون هل البحرين هم هل فزعة، فقبل أسابيع قليلة شفنا المبادرة اللي قام بها سمو الشيخ ناصر الله يحفظه، وشفنا شلون أن الناس كلها هبت وقامت للمساندة والتبرع، فهذا هو شعب البحرين. فاللي أرجوه أن هذا يومنا، أن احنا كلنا نحط يدنا يد واحدة مع حكومتنا، وإن شاء الله بيعدي المركب على خير. نعم شكرا لك سعادة الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. أعرف أنك خسرت مشاريع وشركتك فلسها. أخوي الأجار صار له شهرين ما اندفع. الشيخ حبيت أبلغك أن عليك متأخرات لازم تدفعها قبل ما يتحول الموضوع للنيابة. متى بتدفع اللي عليك؟ الحكم حبس المتهم 3 سنوات. أبوي
والحين مشاهدينا ننتقل لكم إلى الزميلة مريم بوكمال وبرنامج أنت في البيت. مساك الله بالخير مريم، تفضلي كلمة عندك. مساك الله بالنور والسرور زميلتي رقية وبسام في استوديو مجتمع واعي. أهلا ومرحبا فيكم في جميع متابعي تلفزيون البحرين، وأهلا وسهلا في فترة جديدة من برنامج أنت في البيت. أرحب فيكم جميعا ونقول إحنا بحرينيين، وبكل فخر أرددها، إحنا من البحرين ديرة التكاتف والتعاون في الأزمات، ديرة قوية بأهلها وتعشق التحديات. اليوم نسطر أجمل معاني الوحدة الوطنية. اليوم كلنا يدنا بيد الموجودين في الصفوف الأمامية بالتزامنا بالإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا. اليوم ومن خلال تحميلك لتطبيق مجتمع واعي والتزامك بمبدأ التباعد الاجتماعي ممكن تكسب 1000 دينار، فخلكم معنا وتابعوا معنا من راح يكون الفائز في هذه الفترة. يلا وصلنا الكول سنتر بالسلامة، وعندنا الحين البيت رقم 3. في الفترة الأولى فازوا معنا البيت رقم 1 والبيت رقم 2، والحين مباشرة إلى البيت الثالث. نشوفهم قاعدين وملتزمين ولا لا. حلو الدي بي، يعني هي رمضان كريم شي وهلال وحركات وايد جميل. الدي بي إن شاء الله يكون أجمل بأنه يردون علينا. تصلي 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 زين. ردوا 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 ردوا. ألو 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 ألو. اليوم عجبني على السوشيال ميديا منتشر المقطع اللي أتصل وسكونة في وجهي. لا سكونة في وجهي عاد. زين خلنا نروح للبيت الرابع، لأن البيت الثالث ما عم بيردوا. انتم مغربليني حاطين لي تفاح مبصجي كل شوي ابي اكل يطلع مبصجي. كفاية مخليني في البيت 5 ساعات وما تعطوني بعد شيء اكله، ما يصير شيء. انزين البيت 4 ما عاد ما قاعدين يردون. السلام عليكم. الو الو. السلام عليكم. الو الو. السلام ورحمه الله. الشيخ معك مريم بوكمال من برنامج انت في البيت. الو. اهلا اخوي. خوش ضحكه والله اخوي. اكلمك من برنامج انت في البيت، معك مريم بوكمال. يا هلا يا هلا ومرحبا اخوي. تعرفني باسمك؟ يا هلا فيك. يا هلا ومرحبا فيك اخوي محمد. محمد انت في البيت؟ اي نعم في البيت طال عمرك. عند باب البيت شنك صح؟ عند باب البيت. ايش السالفه من امس لليوم كلها اتصل فيكم كلها عند باب البيت؟ الحكره كلش ما تناسبكم كنا. لا 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 ما. ها لا الله يسلمك. ها قول لي. الحمد لله ملتزمين احنا طال عمرك. كفو عليك والله. انزين اخوي تم اختيارك للمشاركة في برنامج انت في البيت، عندك فرصة تكسب 1000 دينار اذا اثبت لي انك في البيت. ها ابيك شغل الكاميرا وتصور لي رقم البيت. ضروري ترويني اللي ضحك مساعة وايد ضروري. هلا هلا. فيديو كول بس طق الفيديو كول. فيديو بس. ده ترى أنا بس لا تطولون علي. يلا حلو. تمام. يا هلا. أهلا وسهلا. الله شنو ذي رينج لايت وحركات. يا سلام حبيت الديكور عجيب. زين اخوي تراويني رقم البيت؟ انا وايد فضولية احب اشوف ديكور واثاث. زين
وحركات شوف الطاولة بعد اللي على صوب الله. كان فصاطح ايه. اوكي الحين رقم البيت 15 3 5. هذه رقم هذه البيت اللي مسجل رقمه في مجتمع واعي. اي نعم هاي لان عندي الله يسلمك الوالده مشلوله. عندي الوالده مشلوله طال عمرك. وساكن عندها في البيت؟ بس حاليا انا ساكن عندها حاليا في البيت. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب ويقومها بالسلامة. مشكور يا أخوي. خلاص ما يحتاج تصور لي الوالدة. مشكور أخوي وما تقصر. شكرا لك. فزتوا معانا بألف دينار وإن شاء الله إن شاء الله يقومها بالسلامة يا رب. شكرا شكرا يا أخوي. شكرا شكرا شكرا, شكراً. طبعا مشاهدينا فاز معنا محمد بالألف دينار والله يقوم والدته بالسلامة. ومثل ما قلت لكم إن العنوان ساعات ممكن يكون تغيرتوه، ممكن يكون عندكم ظروف معينة أو 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 أو. خلنا نأخذ كل كيس بوقته على الهواء مباشرة ونشوف شنو يصير. فأنا أشكركم الحين وألقاكم في الفترة الجاية. لا تروحون بعيد ولا تطلعون بعيد. يعطيك العافية الزميلة مريم بوكمال. طبعاً مبارك لكل من فعلاً كانوا ملتزمين في البيت وحصلوا على الألف دينار. والحين مشاهدينا طبعاً راح ننتقل معاكم إلى لقطات حية ومباشرة لعروس الخليج ودانتها للبحرين الحبيبة. ودائماً احنا نقول يعني بسام يمكن أي كلمة نبي نوصف فيها جمال ديرتنا ما نقدر نوفي حقها ولا نقدر نصف جمالها. هذه بالتأكيد رقي، هذه طبعاً من الفقرات اللي يعني اللي وايد أحبها وانتظرها، لأنها يا جماعة الخير لقطات مباشرة يعني تبين لنا يعني مشهد لعاصمتنا الحبيبة المنامة. مثل ما انتم شايفين الحين يعني هذه يعني طبعا الجسر ما بين محرق والمنامة. ويعطيكم الصحة والعافية ونتمنى يعني التزام الجميع بالبقاء بالمنزل. وطني 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 يا روض الخليج النادي، يا طيره يا طيره الغريد الطروب الشادي. وطني أيا روض الخليج النادي، يا طيره يا طيره الغريد الطروب الشادي. يا فخره وبه الحصون منيعة، يا فخره وبه الحصون منيعة، يا عزه رغما عن الحساد. وطني أيا روض الخليج النادي،
أنشودتي في يوم عيدك غنوة رددتها في موكب الإنشاد. أنشودتي في يوم عيدك غنوة رددتها في موكب الإنشاد. ومسرتي يا من فرحت لذكره أرسلتها بمحبتي وودادي. ومسرتي يا من فرحت لذكره أرسلتها بمحبتي وودادي. وطني 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 هيا روض الخليج النادي. يا طيره يا طيره الغريب الطروب الشادي. وطني هيا روض الخليج النادي. يا طيره يا طيره الغريب الطروب الشادي. يدي وأذود عنك بمهجتي وفؤادي. لو أنني أهديك ما ملكت يدي وأذود عنك بمهجتي وفؤادي. لم أوفي حقك في الزمان لأنني لو رحت عنك أكون في أولادي. لم أوفي حقك في الزمان لأنني لو رحت عنك أكون في أولادي. وطني 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 أيا روض الخليج النادي. يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي. وطني أيا روض الخليج النادي. يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي. يا فخره وبه الحصون منيعة. يا فخره وبه. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا ومواصلين معاكم فقرات برنامجكم مجتمع واعي. طبعاً لا زالت المبادرات الإنسانية مستمرة في مملكة البحرين، وتواصل جمعية الهلال الأحمر البحريني كعادتها السنوية توزيع المساعدات العينية خلال شهر رمضان المبارك على 4500 أسرة متعففة في مختلف مناطق المملكة. ورغم الظروف الصحية اللي نمر فيها هذا العام تقوم بتسليمها للأسر المستحقة في منازلها بدلاً من دعوة الأسرة للحضور إلى مقر الجمعية، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطبيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعي. نعم بسام، مساهمات المتطوعين واضحة في توزيع المساعدات للأسر المتعففة. فريق إعداد مجتمع واعي تواصل مع رئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية الهلال الأحمر البحريني، وراح يخبرنا أكثر عن دور المتطوعين وجهودهم في توزيعهم للمساعدات الرمضانية في هذه الظروف الاستثنائية. خلونا نتابع وياكم. بداية طبعا أنا أحب أشكر برنامج مجتمع واعي أنه يعني يسلط الضوء على استجابتنا الميدانية في أثناء مساعدتنا حق الأسر المتعففة. أن احنا نوصل إلى الأسر المتعففة في ظل شهر رمضان وفي الليل، العملية طبعا كان فيها تحدي خاصة في ظل الجائحة، لأن احنا كنا نريد أن نكون يعني شركاء ولنا مساهمة مع القطاع الوطني في الاستجابة أثناء الجائحة الموجودة.
فحرصنا نحن نكون من خلال المتخصصين ومدربينا نحن ما ننزل المتطوعين. نحن نتكلم عن اكثر من 120 متطوع اللي استجابوا، فكنا ندربهم على لبس الكمامات، ندربهم على لبس القفازات، نأكد على كل استجابة حق كل أسرة نزلون لها المساعدة أنهم يغيرون قفازاتهم. كنا دائما نأكد على التباعد في أثناء تسليم الأسرة إلى هذه المساعدة. كانوا حريصين هم بالفعل، كانوا يعني صدق أنهم كانوا متحمسين، وكانوا يعني فعلا تبين لك أن روح التطوعية عند الإنسان البحريني جدا عالية، لكن كانوا واعين أن احنا نكون مساهمتنا في أثناء وجود هذه الجائحة أن ندعم الجهود الحكومية، ندعم الجهود الرسمية، أن احنا بنوصل المساعدات لكن مساعداتنا تكون مدروسة، ووعينا وتطوعنا يكون مدروس ويعني حريص. فأنا أتقدم بالشكر أول شيء حق المتطوعين، أتقدم بالشكر حتى حق القطاع الرسمي الحكومي اللي كان فعلا مساهم ويانا في رفع الوعي حق المتطوعين، إلى القطاع الخاص حقيقة اللي يعني دائما هو يدعمنا ودائما يعني حريص أن يكون شريك معنا في وصال المساعدات خاصة في شهر رمضان إلى هذه الأسر. مشاهدينا، فريق إعداد مجتمع واعي أعد لنا فقرة من البيت تطبيقا لقرار العمل من المنزل للحد من الاختلاط في مواقع العمل وتنفيذا لمبدأ التباعد الاجتماعي. بالتأكيد رقية، فريق الإعداد يعني حريصين دائما على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومعانا اليوم عبر السكايب الزميل عبد الله الحسيني. وعبد الله مجهز لنا فقرة من البيت، مساك الله بالخير عبد الله. بس قبل لا تبتدي ودنا نعرف يعني شنو تفطرت اليوم. يا هلا بسام ويا هلا رقية، مساكم الله بالخير وتقبل الله منكم صالح الأعمال. والله عن الفطور مثل ما تعرف بسام مخفف أنا من دخلنا رمضان، فتفطرت أشياء خفيفة. اليوم أطلع عليكم من البيت بمجموعة من المقاطع الجميلة المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وابتدي مع المقطع اللي نشره الفنان نبيل عبد الرحمن على حسابه في الانستغرام، واللي يهدي فيها جميع كوادرنا الطبية للفن الفجري. خلنا نتابع هاي المقطع. فعلا معزوفة جميلة، وشكرا لجميع كوادرنا الأوفية. والحين بنتقل معاكم إلى حساب شركة ترتيب اللي انشرت في حسابها على الانستغرام مقطع لكل ممارسي الرياضة، اللي بيّن لنا فعلا مجتمعنا واعي، بس من واجبنا ان احنا نطبق مبدأ التباعد الاجتماعي. خلنا نتابع. من أجمل الأشياء اللي ممكن نضيفها لحياتنا اليومية هي الرياضة، فأثبتت الدراسات أهميتها على الصحة النفسية والجسدية والعديد من الأمور الثانية وحتى جهاز المناعة، فحلو لو نضيفها كجزء أساسي من حياتنا اليومية. فممكن أن تتمارس لا عاد 6 أشخاص في هذه الوقت وهذه الفترة. ترجون الرياضة مو بزينة، لا تمارس الرياضة بهذه الطريقة، لا مو بزينة. هذه اللي قالك بغي يكحلها بط عيونها. الله يحفظ الجميع من كل شر. هذا كل اللي عندي من البيت، والحين عودة لكم زملائي في الاستديو. يعطيك العافية زميلنا المجتهد دائما وابدا عبد الله الحسين. يعني دائما عبد الله ما شاء الله فقراته متميزة، وخاصة وهو يكون في البيت فطورة خفيفة. ترى يمكن ليش؟ لأن مع العشر الأواخر قل أصناف الأكل
في السفرة يبينا نسأل المرة الجاية نسألهم. البحرين ديرة التكاتف والتعاون، ديرة قوية بأهلها، واليوم كلنا ندعم الموجودين في الصفوف الأمامية للحد من انتشار فيروس كورونا. بالفعل بسام، الكل حاب أنه هو يساعد ولو بالشيء البسيط والقليل، بس علشان يوقف مع البحرين في هالوقت. وأيضا أنا أحب أؤكد بأن قعدتنا في البيت والتزامنا في البيت ونحن ما نطلع إلا للضرورة هو أيضا من ضمن مساهماتنا ودعمنا للجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا. كلنا طبعا أكيد مقدرين هذه الوضع بسام، ولكن أيضا لازم نحن ننفذ هذه الالتزامات، التباعد الاجتماعي، ما في يمعات، ما في قعدات، ترى كل شيء لاحقين عليه بس صحتنا وأمان البحرين طبعا في المقدمة. بالتأكيد رقية، الله يحفظ البحرين وهلها يا رب. وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقة اليوم، ونلتقيكم باكر في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي. في أمان الله، مع السلامة. Thank you.